لك مازن، ليش بدك تربطني بهيك بدلة؟ أنا ما بدي ألبس البدلة. لا لا، ليش لا ما بدك تلبسها؟ هي خطبة ساشين وأنت أبو العريس بابا، وهالبدلة جبتها خصوصي مشانك. مازن، مين هالرجال المحترم اللي ببيتنا؟ يعني هلا انت ما عاد تعرفيني كمان؟ يا الله، وكيف رح اعرفك؟ ليش؟ انت طالع مثل الفزاعة، مثل الفزاعة. قلك كيف طالع؟ هالبدلة مو لابقت لك ابدا. عم تحاول تصير رجال محترم حتى لو لبست بدلة، لو لبست شو ما لبست. وقت اللي بتشرب مثل العادة رح توقع بالمزراب طبعا. إذا ابني عم يعمل شي منيح من شاني، انتي ليش غيراني بقى؟ وليش بدي غار بقى؟ بتلبس البدلة أو اللبس الهندي تبعك مو فرقانة معي. مازن، تضرب بهالشكل. أنا عطيت الدعوات للكل بصراحة وللاكشمي كمان. هلأ رايح أعزم جانا مشان تزين الخطبة. أنا قلت لك كذا مرة ما رح خلي هالبنت تجي على البيت هاد، فهمت؟ ليش؟ أنت بتعرف شي قام مرة انهنت بسبب هديك البنت الحقيرة وضليت ساكتة؟ هي اللي عملت مراسم افتتاح الكراج تبع ابنك، بس أنا ما رح أسكت أكتر من هيك. إذا بتجي هالبنت لهون بعد هلأ ما تلوم إلا حالك. ها، أنا ما بيهمني، اعملي اللي بتقدري عليه. آه، أنا قلت جانا رح تجي على البيت، يعني رح تجي وتحضر خطبة ابني. أنا شخصياً بدي روح أعزمها وجيبها. بابا جانا ما رح تجي. شو؟ جانا ما رح تجي لهون. برافو عليك. شو عم تقول؟ وحياة غلاوتي عندك، لا تروح ولا تعزمها. شفت، هذا هو ابني. تعرف شو عملت يا مازن؟ هيك بتعمل وبتلزمني بالحلفان؟ وبتعرف يا مازن انه ما فيني اكسر حلفانك ابدا. انت ما عملت منيح، انت ما عم تكون عادل باتجاه نفسك حتى ولا اتجاه مرتك. بابا انا ما بحب ابدا انك تروح لهنيك وتنهان مثل ما بيعملوا فيك دائما. هنن بحياتهم ما زلوني، هن دائما بيعملوني باحترام وتقدير. كل واحد بيتعامل حسب تصرفاته يا مازن. ماشي، ما رح روح لهنيك ابدا. اذا انت ما بدك ياني روح. ساشين، هذا عنوان السيد كيلكار، هو رفيق بابا المقرب، هو رح يساعدك ويرتب لك كل شيء. اكيد، انا حكيت مع السيد كيلكار شخصيا ووصيته فيك كمان، وهو قال لي انه رح يهتم بكل شيء بيتعلق بدراستك وباقامتك. شكرا لك. ما رح يكون في اي مشكله. شكرا كثير. شو سيد مازن، كيف شايف شغلك؟ ماشي منيح بعد ما صرت مدير كراج؟ عم تحس بالفرق؟ ايه عم بحس بفرق، المسؤوليات كبرت، بس عجبني هذا الشيء. شكرا لانه ساعدتني لوصل لهون. لا مازن، انا بس علمتك المصلحه. اليوم او بكره كنت رح تحصل على هالشيء، هي نتيجه امانتك وشغلك بجهد. وتذكر شيء كمان، هدول الصفتين تبعك رح ياخذوك لقدام بحياتك. شكرا لك. ايه ساشين، انت كمان تذكر هالكلام. ايه اكيد. بتمنى انك تجي على خطبتي، ولازم اتصل مع رفقاتنا الباقيين ليجوا كمان. باي هلا. اوكي، عزمتي خالتنا ولا عزمتها؟ لسه؟ ساشين فانديتا تعالوا. ايه بابا. شوفي، انتو مو حاسين بانه مرت اخوكم جانا لازم تحضر حفلة الخطبة؟ بابا، نحن بدنا اياها تحضر، بس هالشي مستحيل. يعني انت بتعرف انه ماما بتكرهها كثير لمرت اخي، واخي ما رح يخالف ماما ابدا. بابا برايك شو بدنا نعمل؟ ايه بعرف، بس مازن ماسكني بحلفانه ومربط لي ايدي التنتين. بس انتوا الاثنين حرين مو صح؟ شو قصدك؟ شو قصدك؟ انا قصدي انه اخوكم مازن منعني من زيارة بيتها لجانا، بس انتو لا،
لهيك انتوا الاثنين رح تروحوا على بيت جانا وتعزموه على الخطبة. بابا بس انت بتعرف انه مرت اخي. ايه ابني انا بعرف هالشي منيح وهو مانو سهل ابدا. اذا انتوا الاثنين بتزوروا بيت جانا وبتعزموها ما بعرف كيف افراد عيلتها رح يتصرفوا معكم، بس مشان اخوكم مازن لازم تجربوا هالمخاطرة هي. اول ما يصيروا هنن الاثنين قراب من بعض ما رح يضل ولا مكان لسوء التفاهم بيناتهم ورح ينحل كل شيء، وكمان رح يبلشوا يحبوا بعضهم من اول وجديد. وصدقني حفلة خطوبتك هي احسن فرصة لإلهم لحتى نخليهم يقربوا من بعضهم. ايه والله معك حق يا بابا. مو هيك؟ ها؟ اكيد صح. لكن يلا انتوا الاثنين روحوا على بيت جانا وعطوها الدعوة. خلص بابا ماشي. كل شيء صار تمام. تمام. معناها مهمة مازن وجانا بلشت. مازن فيني اسألك عن شيء؟ ايه طبعا. شو يلي صار بالضبط بينك وبين لجانا؟ يعني الشيء اللي سبب الطلاق كله. انسى هالشيء. لا ما بدي. اذا بتريد قلي وانا بدي اسمع هالشيء هاد. قلي. ما حاولت تثبت براءتك وتقلن شو هي الحقيقة يعني؟ حاولت بابا بس ما استفدت شيء. وانت قبلت بالهزيمة طبعا. خلص بابا انسى. أنا كمان نسيت. لا يا مازن ممكن كل شيء يرجع منيح وفيك تثبت براءتك وهالشي مانو مستحيل. انت بس حاول. بس انت ما عملت شيء. ليش ساكت؟ انت مستعد تخاطر بحياتك مشان التانيين بس مالك مهتم بحالك. انت عندك حياتك لازم تصلحها. فكر بحالك شوي. طيب انت ما بدك تعمل شيء، انا رح اعمل. أنا رح ضل دور لحتى لاقي دليل براءتك، وقدام كل الناس أنا رح أثبت براءتك بأي ثمن كان. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.